السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في يوميه ام شمس. ايوا كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. لي مواصفاتنا اليوم الحلوه لاكريم كتوجد بسرعه. ويلا نبداو على بركه الله. عندنا اربعه حبات البيضات، درجه الحراره المطبخ. وكما قلت لكم هذه الحلوه هذه راه كتكون بسيطه، اي واحد غادي يوجدها. عندنا كاس ديال سنيده، وكما قلت لكم هذه الحلوه هذه راه كتجي رائعه. كتجي عندنا كيس ديال فاني، وكنجيبو الطراب الكهربائي. هذا الخليط هذا ضروري نديرو ليه الخلاط الكهربائي، ضروري على حسب باش يضعف البيض. انت كتشوف اللون ديالو كيولي ابيض. هذا هو السر ديال هاد لاجينواز اللي باش تصدق لينا مزيان. وكما قلت لكم هاد الحلوه هادي راه بدون الزيت بدون الحليب. ها هي الشكل ديالها كي كتجي، كتولي اللون ديالها كيولي ابيض. راه دي باش كطلع لك لاجينواز كطلع مزيانه، دي باش كتصدق مزيان. عندنا القشور ديال الليمونه برتقاله محكوكه، حتى هي راه كتعطي واحد النكهه واحد المذاق كتجي زوين. ورشه ملح حتى هي. وكنضيفوا الدقيق، عندنا كاسونس ديال الدقيق. وكنبقاو مستمرين، كنبقاو نحركوا الخليط ديالنا من التحت على حسب باش ما يبقاش لينا داك الطحين باش ما يبقاش محبب. بغيت تحركوا بالخلاط الكهربائي خلطوه، ما بغيتوش ديروا غير. عندنا كيس الخماره ديال الحلوه كنغربلوها حتى هي باش ما تكونش فيها هذوك الحبابات حبوبات عفوا. وكنضيفوا داك الدقيق اللي بقى لينا، كنضيفوا على الخليط وكنبقاو مستمرين بحال ما هكا. ها هو الشكل ديالها كي كيتجي، راه كتجي خفيفه. ها هي شتي الشكل ديالها كي كيجي، راه كتجي رائعه. كتجي يا سلام البنات، وراه اي وحده راه غتصايبها. كنجيبو طاوة ديال الفران كنديروا ليها كاغة زبده، وكنضيفوا داك الخليط ديالنا، وكنحاولوا نهزوا داك الاناء باش ما تبقاش باش يخرج منها داك الهواء. وكنحاولوا نوزعوا هذاك الخليط ديالنا في الطاوه، وكنشعلوا الفران 170 حراره، وكندخلوه حتى كي ياخذ هذاك اللون الذهبي. ما طيبش بزاف ملي كندخلوه، كنخرجوه من الفران. ها هو اللون ديالها كي كيجي. وكندير واحد الليمونه، كنسقيوها بالليمون والبرتقال، كنسقيوها جيدا باش كتجي مشربه. لاجينواز ديالنا كتجي مشربه، كتجي يا سلام البنات كتجي رائعه. وهاد هاد الحلوه هادي راه اي واحد غادي يصايبها. وكنديروا كريم شانطيو حتى هو، درت غبره كنديروها في الثلاجه. درت هاد الماركه هادي راه صدقات كطلع زوينه حتى هي، راه كتجي زوينه المذاق ديالها. وضفت عليها الكاس ديال الحليب بارد، درته في الثلاجة تبرد مزيان. وكنبقاو نطربو بالخلاط الكهربائي باش طلع لينا الكريمه ديالنا مزيان. وكما قلت لكم هاد الحلوه هادي راه اي وحده اللي عمرها ما دارت هاد الحلوه، اللي عمرها ما دارتها راه غطلع ليها زوينه، غادي تصدق ليها. بلاد ما خاصو غير تشجع اي حاجه عندك، بلادم يتشجع ليها ويصايبها لوليداتو مناسبه ديال عيد ميلاد ولا في راس العام ولا عندنا شي شكيلات غادي نقدمهم لكم ان شاء الله على حساب راس العام ان شاء الله. سنه سعيده. واه هي الكريمه ديالنا غادي كطلع شتي كتجي، راه غاديه وكتطربي فيها كطلعي فيها بشويه وما كتاخذش الوقت بزاف، 5 دقائق. ها هي الشكل ديالها، هاكي كتجي. وكنبقاو مستمرين.
وكنجيبو الحلوة ديالنا، هي لا جنواز ديالنا، كنضيفو عليها الكريمة ديالنا، وكنبقاو نقادو فيها شوية بشوية. راه معاها تشربات ليا بزاف، هداكشي علاش كضيفي عليها بحال كتلصق شوية، ماشي مشكل. مع الجنواز راه كتجي رطبة، نقادوها كنضيفو ليها كريم كراميل. هاد الكريم كراميل راه البنات راه كيجي رائع ديال الدار. كنبداو نزينو فيها، وتزين راه على حساب، ماشي فرباش ديروا اي حاجه، اي حاجه تكون في الدار، ديروا اللوز فيلي، ديروا كاوكاو، ديروا القرقاع، ديروا اللي عندكم. هادو راه زيت الكريمه درت ليهم داك النكهه ديال الفريز، وهذه درت فيها النكهه ديال الليمون، حتى هي كتعطي هاد اللون. يا سلام، وحتى المذاق ديالها، داك المذاق ديال الفريز والمذاق ديال الليمون كيجي زوين. وكما قلت لكم راه ما كطلبش المقادير بزاف، ما فيهاش المقادير بزاف، وما كطلبش الوقت، ها هو الشكل النهائي ديالها. هذه راه حكيت ليها الشوكولات، وهذه درت ليها دوك الحبيبات ديال الشوكولات حتى همايا. وكما قلت لكم تزين على حساب اللي عندك، اللي توفر عندك في الدار غتزيني به. وها هو الشكل ديالها، الشكل النهائي، وراه كنا معروضين عند نسابنا، ودرتها عندهم، وغادي مديتها عندهم، وتهلاو فينا، والله يجازيهم بخير. والحاجة تهلات فينا، الله يعطيها صحيحتها، والله يخليها لينا. وزعما داك النهار داز واحد النهار، يا سلام، والله لا صراحة. ودرتها في هاد الكارتون هادي على حسب باش نديها. ايوا هانتوما كي كتشوفوا، راه ما غاديش ندموا عليها الا جربتوها. وها هو، هي قطعيه بالحاج قطعها. حنا دابا جالسين عندهم، او زعما الصراحه رحبوا بينا، كبروا بينا، الله يكبر بيهم، ديما كيكبروا بينا. الحاجه الله يعطيها صحيحتها، والله يعطيها ما تمنى، الله يسهل عليها. وها انتم كي كتشوفوا راه كيدوق فيها الحاج، راه زعما صراحه عجباتهم بزاف، وكتجي رطبه، كتجي المذاق ديالها كيجي رائع. وكنتمنى كل البنات يديروها، ما تدروش عليها، واللي دارتها قول لينا في التعاليق. وانتم الكاسكروت وشدونا العشاء. ايوا زعما دوزنا واحد النهار الحمد لله، بنادم ضروري يخرج شويه. وإلى اللقاء للفيديو المقبل إن شاء الله.